الو الو، السلام عليكم. عليكم السلام ومية هلا. من وياي؟ رمضان كريم. الله اكرم، ينعاد عليك بالصحة والسلامة والخير والبركة. من وياك؟ مصطفى من الديواني. مصطفى؟ مصطفى من الديواني. مصطفى من الديوانية. من الديوانية، مية هلا بيك مصطفى واهلنا بالديوانية. مصطفى، تعرف لعبتنا؟ اعرف. جيد، يعني ناوي تفوز؟ ان شاء الله. ان شاء الله نقول يلا خلينا نشوف من اللي راح يلعب ضد مصطفى. يلا. اتصال ثاني. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمه. رمضان كريم. الله اكرم على الجميع يا رب. حمودي منو؟ شلونك استاذ احمد؟ رمضان كريم. الله اكرم. عيوني. الله اكرم. الله اكرم، ينعاد عليك بالصحه والسلامه. صوتك سامع. اي وليد، شاركت وخسرت والله. وربحت؟ لا والله خسرت. ها يلا ان شاء الله تربح اليوم. من ويانا؟ المهم المشاركة. وليد من الكود. وليد من الكود، أهلا وسهلا وليد. وليد جاهز هالمرة حتى تربح؟ والله إن شاء الله جاهز. والله إن شاء الله، ما تحسه متحمس. يلا، منافسة بين وليد ومصطفى، وإحنا راح نشوف من اللي راح يكون الأول باختيار الأسئلة. حجرة ورقة مقص. أنا فزت. يلا وليد. نعم، معلومات عامة. شوف، أنا فزت لك حتى تبلش أنت. نعم، معلومات عامة. يلا، معلومات عامة، نشوف السؤال. ما هي أكثر دولة في العالم إنتاجاً للسيارات سنوياً؟ الصين، اليابان، بريطانيا. الصين. الصين، نشوف الإجابة. برافو وليد. نعم. راح أرجع أقول لك مثل ما قلت قبل شوية الكافي، اعطيني جواب، لا تسألني، لا تقول لي الصين. لا هو الصين. جاوب الصين. أي هو، قول لي الصين مو. نعم. الصين. تسألني؟ كون واثق. لا يلا. جاوب. يلا يلا خلينا نشوف مصطفى. مصطفى شنو راح تختار؟ نعم، اختار علوم. علوم، نشوف سؤال العلوم. سؤالك يقول: ما هو الغاز الذي يستعمل في إطفاء الحرائق؟ هل هو الأكسجين أم الهيليوم أم ثاني أكسيد الكربون؟ تسيد اختيارات. ثاني أكسيد الكربون لو الهيليوم لو الأكسجين. نعم، ثاني أكسيد الكربون. ثنائي أكسيد الكربون. نشوف الجواب، والجواب صح. الجواب صح، عاشت إيدك. يلا يا وليد. إسلاميات. إسلاميات، وسؤال الإسلاميات يقول: كم كان عمر النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم عندما نزل عليه الوحي؟ 40 24 45 سنة. 40 سنة. برافو. أكيد. برافو يا وليد. نرجع لمصطفى. مصطفى، شوف الشاشة وقرر الاختيار. نعم، تاريخ. عاشت إيدك. سؤالك يقول: من هي أقدم المماليك في العالم؟ مملكة الفينيقيون لو مملكة القرطاجية لو هي مملكة تيلمون أو تيلمون؟ أعيد الاختيارات. سؤالك يقول: من هي أقدم المماليك في العالم؟ فينيقيون لو القرطاجية لو مملكة تيلمون؟ تيمون. مملكة تيلمون. والجواب صحيح. آخر ثاني. حلو. بعد هذا الوقت ترى دير بالك تقول. اسمعني ركز زين. يلا. وليد، شوف الشاشة وقرر. أوائل. صح. من هي أول دولة عربية نالت استقلالها؟ العراق، الأردن، أم مصر؟ مصر. شنو؟ مصر. نشوف مصر شباب. برافو يا وليد، اليوم متحضر زين. لا شكلها ال 200 ألف بيدنا هالمرة. مصطفى، شنو راح تختار؟ اختار فنون. فنون، اختيارك صحيح. سؤالك يقول: كم عدد جوائز الأوسكار التي حصل عليها فيلم تايتانيك؟ 15 جائزة لو 11 جائزة لو 7 جوائز، ويوم أمس هو الذكرى ال 111 على تايتانيك. واو. ايه، سبحان الله. بس عيد اختيارات. 15 جائزة لو 11 لو 7. يلا وقت. 8. نختار 8؟ ماكو 8. 7. نشوف 11 جائزة حصل عليها فيلم تايتانيك. هو قال 8.
طيب خيار غير الموجودات كلها. نعم. انا اختار فنون. يلا وليد تختار فنون؟ اي نعم. اكيد نختار فنون. من هو بطل فيلم القناع ذا ماسك؟ ليوناردو دي كابريو، جيم كيري، ام ويل سميث؟ سهل. القناع الاخضر. والله انا شاك اركان الاول. شنو؟ انا شاك بالاول. شاك بالاول. شاك بالاول. وقت وقت. انطيني جواب قبل ما يخلص وقتك. خلاص الوقت. خلاص, خلاص الوقت. وقتك يا وليد، كان السؤال جدا سهل، كلنا نعرف انه جيم كيري. الممثل المشهور الكوميدي. انت متابع اصلا فيلم ذا ماسك؟ بس جاوبتي ثاني انا والله. وعنده فيلم غبي واغبى، وعندك خلص الوقت يا وليد، وسمعتك قلت الاول اني. انا قلت الثاني، الثاني واخر ثانيه. وشاك وما اكلت. يلا بعد عندنا، بعد عندنا فرصه. يلا مصطفى شنو تختار؟ اختار فنون. فنون ركز. سؤالك يقول من هو المطرب صاحب الاغنيه الوطنيه عراقنا عراقنا حبيبنا؟ ماجد المهندس لو وليد الشامي لو كاظم الساهر؟ عراقنا حبيبنا. كاظم الساهر. كاظم الساهر. عراقنا حبيبنا. حلو، عاشت ايدك. يلا يلا يا وليد. رياضة. 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 وسؤال الرياضة يقول في أي نادي يلعب لاعب المنتخب العراقي أمجد عطوان؟ بالزوراء العراقي، لو بالعين الإماراتي، لو بالشمال القطري؟ الشمال القطري. الشمال القطري. شفت لما تكون إجابتك ثابتة وأكيدة شقد حلو. ثاني تير. ثاني تير. شوفي. ثاني بس إنه امتحان. يلا. يلا يا مصطفى. اختار ادب. ادب. سؤال الادب يقول من هو اشعر الشعراء؟ من هو؟ نابغه الذبياني، لو امرؤ القيس، لو زهير بن ابي سلمه؟ من هو؟ عيد اختيارات. نعم. نابغه الذبياني ام امرؤ القيس ام زهير بن ابي سلمه؟ من هو؟ امرؤ القيس. امرؤ القيس. جواب صح. عاشت ايدك. يلا يا وليد. وليد. نعم. جغرافيا. عندنا جغرافيا. تمام. هذا الجواب اذا جاوبته، او هذا السؤال اذا جاوبته مباشره انت فائز، واذا خسرته راح تنطي فرصه لمصطفى يكون فائز. اوكي ركز، واريد جواب واحد واضح وصريح. سؤالك يقول كم دولة لها حدود برية مشتركة مع أستراليا؟ دولتان، دولة واحدة، لا يوجد أي دولة. يلا. سؤال بعيد شوي. بأستراليا. سؤال صعب. شنو؟ أعتقد ولا يوجد، لا يوجد ولا دولة. ثبت؟ أي نعم. اي نعم. خلينا نشوف الجواب. لا يوجد اي دولة لانها جزيرة وقارة. صح. برافو 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 وليد، فزت ويانا ب 200 الف دينار عراقي مقدمة من قناة العراقية. الف مبروك يا وليد، وهارد لك يا مصطفى.